آسفين على إجراءات تغيير القاعة، ربما حدث بعض الالتباس والارتباك، لكن تأخرنا بما فيه الكفاية. أعتقد نبدأ موضوع الحلقة هذه. أعتقد هو من أهم المواضيع، خاصة في الظروف اللي تعيشها المنطقة بسبب انخفاض ما تتعرض له أسعار النفط من الانخفاض وتأثير ذلك من النواحي المالية والاقتصادية. فيعني تم التطرق لموضوع النفط في جلسات أخرى، لكن أعتقد في حضور الأخوة سوف نحظى بمعالجة مكثفة لهذا الموضوع. المتحدثين هم الصديق القديم ناجي أبي عاد، وهو الآن يشغل منصب مدير العمليات في شركة بترول لبنان، يعني إن شاء الله عنوان للتفاؤل للبنان، شركة نفطية في بيروت، وسبق أن عمل في قطر في مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة، ثم أيضا منصب كبير مستشاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول. الأخ ناجي درس في الجامعة الأمريكية، وأعتقد هو الآن أيضا يدرس في الجامعة الأمريكية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد واقتصاد الطاقة من جامعة غرينوبل في فرنسا. وخلال مسيرته المهنية له خبرة طويلة، وقد كتب الكثير من التقارير والمقالات في هذا الشأن، وله كتاب عن إمدادات الطاقة في المنطقة، أعتقد في المنطقة العربية. لا، خلنا أقدم الأخوة كلهم. المتحدث الثاني الأخ أحمد صدام، أكاديمي يدرس في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة العراق، عمل سابقا في مركز دراسات البصرة والخليج العربي، حاصل على شهادة ماجستير في اقتصادية النقل من جامعة البصرة، وشهادة دكتوراه في التجارة العالمية من جامعة ملايا في كوالالمبور. والمتحدث الثالث هو بول ستيفنز، وهو زميل متميز في معهد شاتام هاوس، معهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت من 73 إلى 79، ثم جامعة سري في بريطانيا من 93 إلى 79، وبعد ذلك شغل كرسي أستاذ تدريس السياسة، كرسي السياسة النفطية والاقتصاد في مركز دراسات قوانين الطاقة والبترول والمعادن وسياساتها في كلية القانون في جامعة دندي بإسكتلندا، متوليا منصب أستاذ كرسي أنشأته شركة البترول البريطانية بي بي من 93 إلى 2008. نال جائزة منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك تقديراً لعمله المتميز في مجال أبحاث الطاقة، النفط والطاقة. نبدأ مع الأخ العزيز صديق ناجي أبي عاد، ولن يكون عامل الصداقة يعني أي محاباة للمتحدث، تطبق عليه الشروط على الجميع. المتحدث ربع ساعة في تقديم ورقته. تفضل أستاذ. شكرا حضرة الرئيس. السلام عليكم. مبدئيا بدي أتكلم عن الغاز الطبيعي، مع أنه بعد الأكل الغاز يطلع على الرأس، بقى ساعدونا شوي ونساعد بعضنا. المداخلة بالإنجليزي، بس النقاش وعدكم بأي نقاش باللغة العربية. لما صار انه حضرنا المحاضره بالانجلش،
أنا لن أخرج عن حدود هذا العرض التقديمي، ولكنني سوف أتحدث عن وضع الدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الغاز العالمية. نحن جميعا نعلم بأن منطقة الخليج لعبت دورا مهما جدا في تصدير الغاز إلى السوق العالمية، ولكنها في الآونة الأخيرة بدأت تلعب دورا متناميا ومتزايدا كسوق مستهلك للغاز الطبيعي، وكسوق مستورد. في الواقع أن الكثير من الغاز الطبيعي يتم تصديره من المنطقة، وخاصة من قطر، ويتم تصديره من أبو ظبي وعمان وكذلك اليمن، والتي لا تعتبر من دول الخليج. ولكن في نفس الوقت عدة دول في المنطقة بدأت باستيراد الغاز إما عن طريق الأنابيب أو على شكل غاز مسال مثل الـNG. في واقع الأمر يوجد لدينا عدة استراتيجيات مختلفة للغاز في منطقة الخليج، يمكن استخدامه محليا، يمكن استخدام الغاز لبناء وتطوير صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، وكذلك يمكن استخدامها محليا لكي نخفف من الاعتماد على المنتجات البترولية، أو يمكن استخدامه لتعزيز إنتاج الغاز لكي نرفع من حصة التصدير في السوق العالمية. نتحدث هنا عن قطر. يوجد لدينا في قطر مخزون غازي طبيعي هائل جدا، وقد أثبت حسب وتم تقديره بأنه ما يقرب من 42 مليون متر مكعب في عام 2013، وتقريبا هذا ما يساوي 23% من احتياطي العالم، في حين أن تعداد سكان المنطقة يمثل أقل من 2% من تعداد سكان العالم. ولكن علينا أن نقول وأن نؤكد على حقيقة بأن الاحتياطات الموجودة في المنطقة تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، وكذلك أشكال هذه احتياطيات الغاز، وهذه أحد الحقائق المهمة التي يجب أن نذكرها. في الواقع أن جميع دول الخليج باستثناء دولة قطر لديهم معظم احتياطاتهم من الغاز بأشكال مترابطة مع موارد أخرى، وغالبا تكون مع النفط. الفرق بين الغاز المرتبط بالنفط مثل عندما يكون لدينا غاز دون أي نفط مثل ما هو الحال في قطر، يمكن إنتاجها حسب إرادتنا، ولكن عندما يكون لدينا الغاز مقترن مع النفط فإننا لا نستطيع أن ننتج الغاز دون إنتاج النفط، وهذا الأمر محدود إما بحسب حصة أوبك أو بسبب أمور تكتيكية في سوق النفط العالمية. هذا الجدول يبين بعض الأرقام الخاصة بكل بلد من البلدان. كما ترون أمامكم أن قطر تحظى بأكبر حصة، وهي 24,700 BCM، وأن 90% تقريبا من احتياطاتها الغاز هي غير مقترنة بالنفط، وعلى وجه الخصوص حقل الشمال. لقد لاحظنا أن السعودية يوجد فيها الكثير من الغاز، يوجد فيها تقريبا 8,200 مليار متر مكعب، تقريبا 8 أو 9 مرات أكثر من عمان، بالرغم من أن عمان تصدر، إلا أن السعودية بحاجة ماسة إلى الغاز. السبب وراء ذلك هو لأن تقريبا الغاز في السعودية وفي الكويت، أن معظم احتياطات الغاز لديهم هي مقترنة
أو بشكل مقترن لا يمكنهم أن يصدروه على رغبتهم، وفي وبسبب هذا العامل لا تستطيع أن تنتج الغاز بالطريقة التي ترغبها. كما يمكننا أن نقول أن معظم احتياطات الغاز الغير مقترنة بالنفط في معظم الدول مثل السعودية، حيث يوجد لديها بعض الاحتياطات غير مقترنة مكانها في أماكن متفرقة ومتباعدة وعلى أعماق كبيرة جدا، وبالتالي ترفع جدا من تكلفة إنتاجها. هذا يجعل دولة قطر فقط هي الوحيدة من بين دول الخليج القادرة على إنتاج وتصدير الغاز. الآن عودة إلى إجمالي الخليج، في عام 2013 إذا قسمنا الاحتياطات على نسبة الإنتاج، يوجد لدينا ما نسميه نسبة الـ RP. هذا يغطي 111 عاما من الـ RP مقارنة مع 55 سنة في جميع أنحاء العالم. وعلينا أن نقول بأن احتياطات الخليج المثبتة الآن تكفي لكي تكفي احتياجات العالم لاستهلاكها من الغاز لمدة 12 عاما. إذن ما هو الإنتاج والطلب على العرض والطلب بالنسبة للغاز؟ إن كمية من الغاز الطبيعي المسوق يتم إنتاجه في منطقة الخليج ويستهلك محليا. لا يتم تصدير كل شيء، ولكن معظم الغاز الذي ينتج في الخليج يتم استهلاكه محليا وعلى وبمعدلات نمو سريعة وكبيرة جدا. كثير من العوامل التي ساهمت إلى رفع استهلاك الغاز في المنطقة، وهذه وهي أيضا تزداد في زخمها على مدى السنوات القادمة. الدول الخليج ذات احتياطات الغاز المتواضعة، وحيث أن إنتاج النفط الخام غير متوقع أن تتنامى على المستوى السنوات القادمة. هذه حالة تنطبق على الكويت، وحالة تنطبق على السعودية، وتنطبق على دبي. ولهذا السبب فإن هذه الدول تستورد الغاز. ولكن قبل أن نتحدث عن خطوط الأنابيب وهذه عملية التكامل الإقليمي، لماذا لا نستخدم النفط في حين لدينا هذا الكم من الغاز؟ لماذا لا نستخدم الغاز، وخاصة أن المنطقة تمتلك 29% من احتياطات العالم في البترول، وجميع دول المنطقة تمتلك الكثير من احتياطات. يوجد لدينا الكثير من الأسباب. أولا، لا نستطيع أن نستخدم النفط وإنتاج النفط على حريتنا أو بحريتنا، لأننا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية. يجب دائما أن ندرس القضايا البيئية. كذلك يجب أن نعلم بأن حصة التي تحددها أوبك هي موضوعة على أساس إنتاج النفط وليس على تصدير النفط، لأن إذا كان كل شيء نستهلكه محليا هو جزء من حصة أوبك، هذا يعني أن كل ما نستهلكه ما نستهلكه محليا يزيد من حصتنا في أوبك، وخاصة في حالة أسعار النفط العالية. إذا استخدمنا المزيد والمزيد من النفط فإننا نخسر من إيرادات التصدير. لذلك إذا استخدمنا النفط فقط أو نستخدم الغاز فإننا نوفر تكلفة التكرار النفط. لذلك هناك حاجة إلى استهلاك الغاز، لأن الغاز مناسب لبعض التطبيقات الصناعية مثل صناعة البتروكيماوية وصناعة الأسمدة.
كما أن الغاز مناسب جدا لتوليد الطاقة، وأن استخدام الغاز لتوليد الطاقة ذو يتمتع بكفاءة أعلى من استخدام النفط أو منتجات النفط. إذن بعض الدول الموجودة في دول الخليج تعاني من نقص كبير من الغاز، وتقوم باستيراد الغاز من خلال خطوط الأنابيب الإقليمية. يوجد لدينا خطوط أنابيب في المنطقة، ونحن نعتقد بأن هذه خطوط الأنابيب ستكون الطريق الممهدة لمد شبكة الأنابيب المحلية للغاز، وأن مثل هذه الشبكة ستكون مهمة جدا للمنطقة من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية كذلك. سأحاول أن أعجل من هذا العرض التقديمي بسبب الوقت، ولكن يوجد لدينا فقط عدد محدود من خطوط الأنابيب بين الدول. كانت لدينا خط الأنابيب بين العراق والكويت الذي عاش لفترة زمنية قصيرة منذ 83 إلى 90، وقد استخدم لاستيراد المياه من العراق. وبعد أن الحرب العراقية الكويتية سمعنا شائعات تتحدث عن إعادة فتح خط الأنابيب هذا، ولكن لم يتحقق هذا الأمر. يوجد هناك بين عمان ورأس الخيمة خط أنابيب للغاز، ولكن هناك خط دولفين بين دولة قطر وأبو ظبي ودبي وصحار في عمان، وهذا أهم خط أنابيب في المنطقة. إذن لماذا يوجد لدينا عدد محدود من خطوط الأنابيب؟ أولاً علينا كثير من المشاكل، يوجد لدينا الكثير من المسائل الإشكالية. هو أولهما هو تأرجح الطلب بين الصيف والشتاء. نعلم أن الطلب خلال الصيف هو ضعف الطلب عليه في الشتاء، وهنا علينا أن نجد حلاً كيف نستطيع أن هو من الذي سيتحمل تكلفة هذا الأمر، وكذلك علينا أن نحدد ما هو السعر الذي علينا أن نتفق عليه لهذا الغاز، في حين أن الغاز وجميع منتجات البترول مدعومة بشكل كبير جدا. ماذا نفعل إذا في السعودية ندفع 75 سنتر؟ كيف نستطيع أن نصدر الغاز أو نستورد الغاز من قطر على بسعر أقل؟ وهذا فقط مثال يوضح صعوبة التوصل إلى سعر جذاب لهذا الغاز. كذلك يوجد لدينا رسوم المرور. إذا كانت هذه خطوط الأنابيب تمر عبر دولة أخرى فعليها القضية أخرى أيضا منعت مد خط أنابيب بين قطر والكويت على سبيل المثال. كان هناك مشروع مد خط أنابيب بين قطر والكويت، ويجب أن يمر بالمياه الإقليمية، يمر من خلال المياه الإقليمية للسعودية، إضافة إلى السعر والمشاكل السياسية بين الكويت والسعودية في ذلك الحين. واجهنا مشكلة أخرى، وهو أنه بحسب WTO فإن منظمة التجارة العالمية أن كل دولة عضو من الدول العضو في منظمة التجارة العالمية ولأنه يتوجب عليهم بحسب منظمة التجارة العالمية أن عندما تمر الأنابيب من السعودية يجب أن تفتح السعودية أسواقها لذلك. المشكلة الأخرى أن كل دولة من دول الخليج تشعر بالفخر والعزة بمخزونها واحتياطاتها من الغاز والبترول، وبالتالي بالنسبة لهم يعتبر مسألة كرامة أن تستورد من غيرها. إذن احتمالية أخذ بالاعتبار مد أنابيب الأمر يتقلص، لأن جميع هذه الدول بحاجة ماسة إلى الغاز. قاموا ببناء مصانع لكي يقوموا باستيراد الغاز الطبيعي المسال. لقد بدأنا بالكويت. تخيلوا أن
الكويت التي كانت تفاوض مع دولة قطر لكي تحصل على غاز عبر خطوط أنابيب من قطر، ولأن هذه الخطة لم تنجح قامت الكويت ببناء محطة لتخزين الغاز المسال واشترته من روسيا. والآن يوجد لدينا في الفجيرة لديهم مشروع الغاز المسال في الفجيرة، والبحرين أيضا التي تأخذ بناء مثل هذا المخزون على محمل الجد، وكذلك عمان التي تستورد الغاز من دولفين وتصدر الغاز المسال، ولكن احتياطات الغاز هناك محدودة ولا تستطيع أن تتبنى سياسة تصدير. السعودية كذلك تحاول أن تؤسس محطة لاستيراد الغاز المسال. لماذا تم التشجيع على خيار الغاز الطبيعي المسال؟ أولا لأن الدول تتمتع بحرية استيراد الغاز من أي دولة من العالم إذا كانوا لديهم السعر المناسب والحجم المناسب. كما أن الغاز المسال سيساعد الدول على تنويع مصادر الطاقة، وهذا مهم جدا لأي سياسة تتعلق بالطاقة في أي دولة. لا نستطيع أن نضع جميع رهاناتنا في سلة واحدة. يمكن أن نعتمد على أسال الغاز المسال لكي نعزز دعم الغاز. لا يمكن أن يكون لدينا عملية إمداد للغاز مستدام من خلال الاعتماد على الخطوط الأنابيب. في نهاية المطاف هناك اعتقاد بأن أسعار الغاز المسال، وهناك توقع أن تنخفض أسعار الغاز المسال، وهذا سيضيف إلى اقتصاديات استخدام الغاز. هذا يقودني إلى الخاتمة التي تقول سيكون لدينا فائض في إنتاج الغاز الطبيعي المسال حول العالم. إذن لما لا، وخاصة بالنسبة للمصدرين أو الموردين أو المزودين الخليجيين، سيواجهون مشكلة في تسويق منتجهم في العالم. هذا يدفعنا بشكل متزايد لإعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال نحو الخليج نفسه، ونتمنى أنه مع تطور سوق الطاقة العالمية وبشكل تدريجي، فإن غاز الخليج هذا الذي كان يتم تصديره إلى السوق العالمية سيتم إعادة توجيهه إلى المنطقة بنفسها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور ناجي بعد. المتحدث الثاني دكتور أحمد صدام البوشبيب، وسوف يتحدث عن تحديات الطاقة واستهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي وتحليل ديناميكي. شكرا جزيلا سيد الرئيس. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الورقة التي أود طرحها تحمل عنوان Dynamic Analysis of Energy Production and its Aggregate Consumption in GCC Countries Evidence from Unrestricted VAR Model. تحليل ديناميكي كما قال السيد رئيس الجلسة لإنتاج الطاقة واستهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي. كما هو معلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي وبحكم الثروة النفطية الهائلة أصبحت من الدول أيضاً المستهلكة وبشكل كبير للنفط الخام، وهذا راجع بالدرجة الأساس إلى المشاريع النفطية والصناعات المرتبطة بالنفط بشكل كبير، لا سيما المصافي وغيرها من صناعات البتروكيماويات والمشاريع المرتبطة بها، حيث يقدر مستوى استهلاك
النفط الخام هو 100,000 برميل يوميا. في أبريل من عام 1977 دول، وقبل أن تولد منظومة مجلس التعاون الخليجي، صدرت دول مجلس التعاون أو دول الخليج آنذاك الست كانت مصدرة رئيسية للغاز الطبيعي، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيس للغاز المسال Liquefied Natural Gas LNG، حيث صدرت صادراتها الغازية إلى اليابان وإلى دول أخرى. وفي أغسطس من عام 2009 دول مجلس التعاون بدأت باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، طبعا باستثناء قطر. أيضا نفس المصدر يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أو أزمة الغاز الطبيعي في دول المجلس ستكون جلية أو أكثر وضوحا في عام 2015. هنا الإطار النظري للدراسة، ما هو سبب النقص في الغاز الطبيعي؟ السبب الأول هو يعود إلى ارتفاع مستوى الدخل الفردي، مقابل ذلك الانخفاض في مستوى الأسعار. هذين العاملين بشكل شامل ساهمت في ارتفاع مستوى استهلاك الطاقة Home Use، Gas Home Use، بنسبة 47% من إجمالي الاستهلاك، وطبعاً هذه النسبة كبيرة جداً إذا ما تم مقارنتها بالاستهلاك العالمي. بالنسبة للهوم يوز أو الاستهلاك المنزلي، الاستهلاك العالمي تشير البيانات إلى أنه بحدود 25%، وهذا طبعاً هو العامل الأول لنقص الطاقة الغازية أو الغاز الطبيعي. العامل الآخر هو السياسة الخليجية الداعمة والمشجعة على استهلاك الغاز، وتحديداً سياسة الدعم المتركزة أساساً في الإعفاء الضريبي أو قوانين الإعفاء الضريبي. كل هذه العوامل ساهمت مجتمعة في نمو مستوى استهلاك الكهرباء، وهذا الاستهلاك عادة يعتمد بنسبة أكثر من 90% على الغاز الطبيعي كمغذي رئيس لتوليد الكهرباء. والبيانات تشير إلى أن مستوى الحاجة إلى توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سوف تزداد بنسبة 50% في حدود عام 2030، وهذا طبعا يشكل تحدي كبير أمام هذه الدول في أن تعيد النظر في سياساتها النفطية أو السياسات الغازية، لا سيما سياسات الدعم المشجع على زيادة مستوى الاستهلاك. العامل الثالث وهو الطاقة الإنتاجية الكبيرة في حقول النفط، وكما هو معلوم كل هذه الحقول بعد انتهاء عمليات الاستخراج تحقن في بواسطة الغاز الطبيعي gas reinjection process of natural gas. وطبعا هذه الزيادة في إنتاج الطاقة بشكل طبيعي وبديهي أن تحتم على زيادة الطلب في على الغاز الطبيعي لحقن هذه الحقول. في عام 1998 يقدر الغاز المطلوب، الغاز الطبيعي المطلوب للحقن بمقدار 18 بليون متر مكعب BCM، ومن المتوقع أن ترتفع أن يزداد هذا الحجم المطلوب إلى 45 بليون أو مليار متر مكعب في حدود عام 2020. من خلال هذا الإطار النظري نلاحظ جليا أن السببين الأول والثاني يعود بشكل أساس إلى الطبيعة الاستهلاكية لهذه الدول، وما يزيد من مسألة الاستهلاك هو السياسات الغازية الداعمة إذا صح التعبير على زيادة الاستهلاك، انخفاض مستوى الأسعار،
سياسات الدعم والإعفاء الضريبي. كل هذه العوامل ساهمت في زيادة الطلب على الغاز مع تناقص مستوى الإنتاج في السنوات الأخيرة. أيضاً الدراسات السابقة تشير في هذا الموضوع أن معظم الدراسات ركزت على دور الغاز الطبيعي أو دور الطاقة بشكل عام وعلاقتها في الاقتصاد ككل. وإجمالاً أكدت هذه الدراسات أنه من الطبيعي أن تكون هناك علاقة إيجابية ما بين الطاقة والاقتصاد. وفي هذه الدراسة نحاول أن ندرس أو نحلل مستوى استهلاك الطاقة وإنتاجها ما بين القطاعات الاقتصادية بعيداً عن مستوى الاقتصاد ككل والتقلبات التي تتعرض لها هذه الاقتصادات، وهي كمحاولة من الباحث في تحديد أو إضافة جديدة إلى الدراسات السابقة. بعض الدراسات أكدت أو وضعت سيناريوهات لدول مجلس التعاون الخليجي. هذه السيناريوهات تتلخص في إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من دول أمريكا الشمالية بسبب زيادة الغاز الطبيعي في تلك الدول، وهذا في الأمد القصير. وفي الأمد الطويل تشجع بعض الدراسات على جذب الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار في الغاز أو زيادة مستوى الاستثمار في الغاز، لأن من المؤكد الاستثمارات قائمة فعلاً. دراسة أخرى اقترحت نموذج Large Scale Optimization Model، وهذا النموذج يقوم على إنشاء مشروع تكاملي، وهو شكل من أشكال التكامل فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، يقوم على إنتاج الغاز الطبيعي بأمثلية كبيرة، وهذا ما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج. بشكل عام معظم الدراسات أكدت على هذه العلاقة الإيجابية، ولكنها جميعها تتفق كما هو الحال في الدراسة الحالية أن قطاع الطاقة دائماً ما يرتبط بالظروف الاقتصادية السائدة والسياسات الاقتصادية المتبعة، وهذه هي المسألة الأهم في هذا الموضوع، زائداً مستوى الطاقة المعروض. في هذه الدراسة نحاول تحليل الطاقة، إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بعيداً عن الاقتصاد ككل. هذا ذكرته مسبقاً. هنا المنهجية الدراسة الميثولوجي. هذه الدراسة اعتمدت على النموذج الكمي quantitative approach. فهنا استخدمنا نموذج قياسي، سوف أحاول المرور سريعاً في هذا. نعم، بس فقط أذكر أن النتائج أساساً تبناها على هذا النموذج، نموذج قياسي empirical model. وهذا النموذج هو عبارة عن منظومة معادلات في كل متغير النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاج الكهرباء، يكون في المعادلة الأولى متغير معتمد وفي معادلة أخرى يكون متغير تابع، وهذا لتحليل العلاقة ما بين المتغيرات المختلفة، من يؤثر بمن. أيضا التكنيك اللي تم استخدامه، هذا نموذج لتحديد مستوى البيانات، هل هي يمكن تحليلها في النموذج القياسي stationary استقرارية البيانات. فأربعة من هذه المؤشرات أشارت إلى أنه البيانات مستقرة وممكن إجراء النموذج الاقتصادي، وبالتالي النماذج اللي النتائج التي يمكن تحليلها ممكن أن تكون مقبولة اقتصادياً وذات معنى مقبول. هذا أيضاً اللاج، مستوى التباطؤ الزمني للنموذج، وهذه النتائج التي حصل عليها الباحث من الدراسة للقطاعات الثلاث ومستوى الاستهلاك لكل دولة من دول المجلس الستة. هنا
سريعا، كم باقي لي من الوقت؟ 5 دقائق، سوف أمضي سريعا في هذا. هنا النموذج الأول بين أن هناك علاقة Unidirectional Association من الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى توليد الكهرباء، وهو بطبيعة الحال يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وهذا بالمعنى الاقتصادي أن إنتاج الطاقة الكهربائية أو توليد الكهرباء هو العامل الأساسي أو الحلقة الكبيرة في زيادة مستوى استهلاك الطاقة. طبعا هناك علاقة طويلة الأمد ما بين هذه المتغيرات باتجاه الغاز الطبيعي والنفط الخام. أيضا في البحرين هناك علاقة مترابطة ما بين المتغيرات الثلاث، ولكن بأسلوب مختلف، وهذا مرتبط بطبيعة البيانات وحجم أو كمية الطاقة في هذه الدول. كذلك الحال في السعودية، في العربية السعودية النفط الخام هو المحدد الرئيسي في استهلاك الطاقة. عمان تستثنى من النموذج بسبب صغر حجم الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت هناك علاقة طويلة الأمد تجاه النفط الخام. في قطر العلاقات مترابطة ما بين النفط الخام والكهرباء، توليد الكهرباء والغاز الطبيعي. في الكويت أيضا كما هو الحال في حالة السعودية، ولكن باتجاه الغاز الطبيعي، بمعنى إنتاج النفط الخام يكون سببا في محاولة يعني استخلاص الغاز أو استيراد الغاز أو سد النقص في الغاز. الطريقة الثانية Valence Decomposition Analysis، هذه الطريقة تحاول تحليل البيانات، أي متغير ما هو مدى تأثيره في المتغيرات الأخرى. الطريقة الثانية التي تم الثالثة التي تم استخدامها هي Impulse Response Function، هذه تقيس مدى استجابة أي متغير للمتغيرات الأخرى في النموذج، والتي تعكس العلاقة الترابطية. حتى أستغل الوقت حتى سوف أقرأ النتائج، والنتائج التي تم حصلنا عليها أنه إنتاج الطاقة الإجمالي أو استهلاك الطاقة الإجمالي هو مرتبط بشكل كبير باستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وهذا يعني أن استهلاك الغاز الطبيعي في دول المجلس يتمتع بمرونة كبيرة، وفي المفهوم الاقتصادي المرونة الكبيرة أي تغير في مستوى الاستهلاك يقود إلى تغير كبير في مستوى استهلاك الغاز الطبيعي، وهذا يضع طبعا صانعي القرار أمام تحدي كبير لوضع حل للمشكلات المستقبلية التي يمكن أن يولدها نقص الغاز. إنتاج الكهرباء عفوا في دول المجلس أيضا يتوازى من حيث الاستجابة في المتغيرات الأخرى بشكل متساوي، ولكن بشكل أساسي يعود إلى استجابته تعود إلى التغيرات الحاصلة في القطاع نفسه. هذه الاستنتاجات الرئيسية. الاستنتاج الرئيسي هو أنه إنتاج الغاز الطبيعي في دول المجلس حسب النتائج القياسية التي تم الحصول عليها في النموذج هو أكثر أهمية من الغاز من النفط الخام، طبقاً أو بسبب دور أو أثر إنتاج الكهرباء أو توليد الكهرباء في دول المجلس ومن ثم تأثيرها في استهلاك الطاقة الإجمالي. هذه نتائج تابعة للنموذج القياسي، سوف أمضي إلى النتائج أو التحليل الاقتصادي. هنا توليد الكهرباء توليد الكهرباء سوف يؤثر بشكل سلبي على إنتاج الغاز طبقا للوضع الحالي والسياسات القائمة، وهو بالتالي سيؤثر في نقص مستوى الغاز الطبيعي، وهذا يعني أنه مستوى الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي سيؤثر في نقص الحصة المصدرة، ومعنى ذلك أيضا أن التوازن عدم التوازن في العرض والطلب أنه تميز بتكلفة مرتفعة الثمن، لأنه سوف تكون هناك تضحية في مستوى الصادرات والإيرادات المتحصلة مقابل سد النقص أو الاستخدام المحلي. أيضا الزيادة في مستوى استهلاك الطاقة
يعني الغاز لا سيما الغاز الطبيعي هي واقع لا محالة، وهي بها يعني في الوقت الحاضر وفي السنوات المقبلة وفقا لهذه النتائج ستكون سوف تتفاقم هذه الزيادات بشكل كبير، وهذا ما يؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز. For policy implication، الآثار السياسية، دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتوجه سياساتها نحو الطاقات المتجددة والبرنامج النووي، الطاقة النووية Nuclear Program، وهذه السياسة ممكن أن تخفف بشكل طفيف من الاعتماد على النفط الخام والمخزون الغازي، وممكن أن تزيد من مستوى حياة الطاقة مصادر الطاقة في للأجيال في المستقبل. أيضا دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها أن تخفف من عدم التوازن أو اختلال مستوى العرض والطلب من خلال زيادة كفاءة استخدام الطاقة، والوسيلة الأهم هي من خلال رفع مستوى الأسعار للغاز وفي قطاع الكهرباء بشكل تدريجي، طبعا هذا بالشكل الذي لا يضر بمستوى دخول السكان. أيضا تشجيع أو جذب شركات الاستثمار الأجنبي وزيادة الاستثمار في مستوى الغاز الطبيعي. والاستنتاج أو conclusion الأخير هو لصناع السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تدفع أو تأخذ باعتبارات كبيرة لهذه في الاستثمار في قطاع الغاز، وبأن تضع القوانين أو التشريعات المتعلقة بهذا القطاع لتلافي مشكلة عدم أو اختلال حالة العرض والطلب في مستوى الطاقة في المستقبل. هذه أهم المصادر التي تم استخدامها في الدراسة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد. المتحدث التالي هو الأستاذ بول ستيفنز، وهو سوف يعالج موضوع الساعة، وهو موضوع إنتاج النفط الصخري أو النفط وربما الغاز الصخري، وهو طبعا كما حضراتكم تعلمون أحد العوامل الرئيسية في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية. مستر ستيفنز. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. شكرا جزيلا سيد الرئيس، أسعد الله مساءكم. أود أن أبدأ بالشكر المركز العربي على هذه الفرصة وعلى هذه الدعوة للتحدث أمامكم، كما أود أن أهنئ فريق الإمداد والأمور اللوجستية لفريق مركز العربي لتسهيل العملية. أود أن أتحدث عن تكنولوجيا التفتيت الصخري وثورتها وتداعياتها على دول الخليج العربي. هذا موجز محاضرتي، وأتمنى أن يفهمني الجميع عندما أتحدث عن ثورة التفتيت الصخري. كذلك سنقضي بعض الدقائق لكي نرى تبعاتها على الولايات المتحدة، لأن ذلك التأثير أثر له تأثير عالمي، وبعد ذلك سنبحث بالتأثير العالمي وتبعاته على دول الخليج العربي. كان هناك الكثير، فأنا اخترت ثلاثة نقاط. أحدها هو مسألة الولايات المتحدة والاعتماد على الطاقة، وكذلك حيرة الأوبك، وكذلك تأثير على سوق الغاز المسال. إذن ما هي ثورة تكنولوجيا التفتيت الصخري؟ لكي نفهم هذا الأمر يجب أن نفهم الفرق بين الغاز والنفط التقليدي وغير التقليدي. الآن إذا زرتم الموقع الإلكتروني الجيولوجيا أو لتشرحون صفحات وصفحات بين الفرق بين الغاز والنفط التقليدي وغير التقليدي، والتي تحتوي على كثير من المصطلحات، ولكن بشكل مبسط هو أن الغاز والنفط التقليدي هو عندما نحفر بالأرض ويتدفق الغاز، ولكن
الغير تقليدي هو أن نقوم بأمر آخر غير عمليات الحفر وهذا وعمليات التفتيت الصخري التي نستخدمها الآن. بعض الشرح حول هذه التكنولوجيا، أولا أن هذه التكنولوجيا ليست تكنولوجيا جديدة، تم اكتشافه في عام 1930 عمليات الحفر والفراكينج أو عملية التفتيت الصخري في عام 1947. كذلك جزء من القصة كان الدور الرئيسي لتمويل الأبحاث العامة في بدايات الثمانينيات. درس بعض الأشخاص في نيويورك حول توقعات إنتاج الغاز في المستقبل وتوقع بأنهم سيكونون في مشكلة، وكانت نتيجة ذلك هي أن الحكومة الأمريكية استثمرت مليارات الدولارات في عمليات البحث والتطوير وجعلوا تلك النتائج متاحة للشركات التي تعمل في هذه الصناعة. وهذه أحد الأمور التي على الجهات المعنية في دول الخليج العربي كيف يقومون بتوجيه دراساتهم، إن تأثير ذلك على الولايات المتحدة كان مدهشا جدا. إن الرسم على اليمين يوضح لنا من أين يأتي الغاز في الولايات المتحدة منذ 2007-2013. لقد في عام 2007 كان أقل من 10% من تفتيت الصخور، وبعد ذلك وصل إلى 40%. بشكل مشابه من حيث إنتاج النفط تستطيعون أن تشهد أو تلاحظوا الزيادة الكبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة منذ عام 2008. لو عرضت هذه الشريحة في عام 2008 حول التوقعات كانوا لا يتهمونني بالجنون، لأن الجميع كان يتوقع بأن الاستهلاك المحلي سينخفض. الخطر هو أن تركيز الناس على مدى السنوات الماضية، وكانوا يتوقعون هذا بأن يكون ثورة، ولكن في الواقع هذه الثورة التكنولوجية استغرقت 30 عاما، وقد استغرقت هذا الوقت لكي تصل ما هي عليها الآن. الآن دعونا نركز على تبعات العالمية لهذه الثورة وتأثير وتبعاته على دول الخليج العربي. سوف أبدأ بالتحدث عن استقلالية الولايات المتحدة من حيث الطاقة. هذا الرسم البياني أمامكم هو لدراسة في 2013، وهو بشكل مبسط هو عملية توقعات وتنبؤات باستيراد واستيراد وتصدير السوائل في أمريكا حتى عام 2040. ولكن السيناريوهات المثيران للاهتمام هما باللون الأزرق، يبينان أن الولايات المتحدة تتجه نحو وضع حول أن استيراد السوائل سيصل إلى الصفر. لو افترضنا بأن هذا سيحدث فإن لهذا سيكون له تبعات كبيرة جدا على المستوى العالمي وعلى دول منطقة الخليج العربي. إن نتذكر بأن عجز الميزانية الأمريكية نصف ذلك العجز هو بسبب الغاز والنفط، وبالتالي إذا أصبحت مكتفية ذاتيا ومستقلة فإن هذا سيؤثر على يعتبر حافزا اقتصاديا للولايات المتحدة، وكيف سيؤثر هذا على منطقة الخليج العربي. إذن بطريقة أخرى فإن هذه قد تكون أخبارا جيدة. إذن مجموعة قضايا أخرى تتعلق بالتبعات الجيوسياسية مع تقليص اعتماد الولايات المتحدة على النفط. وأحد القصص التي نسمعها تقول أن الولايات المتحدة سوف تتوقف عن حراسة الخطوط البحرية وسوف يقل اهتمامها بما يحدث في الشرق الأوسط. أنا أقترح أن أقول بأن هذه المفاهيم مغلوطة. إذن سواء بوجود النفط أم لا فإن حراسة الطرق التجارية البحرية سيبقى قائما. أنا أقترح أنه في معظم الحالات أن السياسة الأمريكية الخارجية في الشرق الأوسط لا تتعلق بشكل كبير في النفط، ربما قضايا أخرى. كما يجدر بالذكر بأن السوق العالمية هي سوق كبيرة جدا، ففي حال وجود اضطرابات في
المنطقة الخليج على منطقة الشرق الأوسط، فإن السعر هذا يعني أن الخوف هو ليس فقدان أمن الإنتاج، ولكن عوامل الاقتصاد الكبرى. أحد التبعات المترتبة في الولايات المتحدة هو انخفاض سعر الغاز، وبالتالي يمكن أن تصبح الولايات المتحدة من أكبر المصدرين للفحم في العالم. أحد الأمور التي مرتبطة أيضا بدول الخليج العربي هي أن صناعة البتروكيماويات الأمريكية قد أعيد إحياؤها على مدى 45 سنة الماضية كنتيجة لانهيار أسعار الغاز والميثين المحليين. ومن المحتمل أن صناعة البتروكيماويات الأمريكية سوف تتنافس مع صناعات البتروكيماويات التي تعتبر أسس استراتيجيات صناعية في دول الخليج العربي. إذا كنتم تبحثون عن حياة مهدية لأولادكم فأنني أنصحكم بأن ترسلوا أبنائكم إلى كليات القانون العالمي لكي يبحثوا في سياسات وقوانين التجارة العالمية. هذا تأثير الاستقلال الأمريكي. هذا مفهوم كنت أتحدث عنه على مدى 3 سنوات، وقد بدأ بالانتفاضات العربية والثورات العربية التي بدأت في تونس في عام 2011، وأن أحد تبعاته هو أن الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي هم بحاجة إلى المزيد من الإيرادات، لأنهم بحاجة إلى أن يوفروا فرص عمل للأطفال. وعلى سبيل المثال في عام 2008 كانت المملكة العربية السعودية بحاجة إلى $50 لكل برميل لكي توازن موازنتها أو تعادل موازنتها من حيث، أو هذا أمر مقبول أنهم بحاجة إلى أسعار أغلى للنفط وسيتمكنون من تحقيق ذلك، ولكن هناك مشكلة، وتكمن هذه المشكلة أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى تدمير الطلب، وسوف يؤدي إلى ليس فقط زيادة إنتاج الأوبك وإلى تطوير تكنولوجيا التفتيت الصغري. وحسب الرسم البياني بالأسفل يبين لنا توقعات لما سيحدث بالزيت الغير تقليدي أو عفوا النفط الغير تقليدي، وهو بازدياد دراماتيكي. وفي الواقع بعام 2011 أن النكتة الرائجة بين جميع المحللين هو أن البلاد ستكون هي نورث داكوتا، والنورث داكوتا سوف تقوم بإنتاج مزيد من النفط. ولسنا بحاجة إلى شهادة دكتوراه في الاقتصاد لكي نعرف بأن هذا لن يحدث. لا يمكن أن يكون هناك أسعار عالية بالسوق حيث هناك طلب عالي وعرض قليل، وخاصة في نهاية شهر يونيو انخفضت الأسعار بأكثر من 48%، ومنذ اجتماع أوبك قبل أسبوع انخفضت أيضا أكثر وما زالت بالانخفاض. وتقريبا عمليا كل ساعة منذ ذلك الاجتماع قد تداعت. دعوني أنتقل الآن تأثير ذلك أو تبعته على سوق الغاز الطبيعي المسال. هذا الرسم البياني يوضح لنا التوقعات، وهذه التوقعات أجريت في عام 2006، ويأتي هذا التوقع من إدارة المعلومات الطاقة وتقول بشكل مبسط هو كم ستحتاج الولايات المتحدة إلى استيراد الغاز المسال، والخط الأحمر يبين بين 2005 و 2030، وتلك التوقعات العالية للاستيراد. ولكي أكون دقيقا، كان تقريبا 4 مليارات قدم مكعب من الغاز المسال، ولكن هذا تقريبا يضاهي مساحة إندونيسيا 4 مرات.
ولكن أعطيكم مثال عن المستقبل، أن الكثير من الدول بدأت تبني قدرات لإرسال للغاز السائل الغاز الطبيعي المسال، والآن هذا فائض عن الاحتياجات، ونتيجة ذلك أن الغاز الطبيعي المسال هو سوق شراء على مدى 5 أو 10 سنوات القادمة. إذن ماذا سنبدأ بملاحظته هو أن الغاز المسال الأمريكي سيبدأ بالمنافسة مع غيرها من الأسواق بما في ذلك الغاز الخليجي، لأنه في واقع الأمر دولة قطر هي الدولة الوحيدة المهتمة بزيادة تصدير الغاز الطبيعي. هناك بالتأكيد علامات استفهام على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مصدرا كبيرا للغاز الطبيعي المسال. هناك مجادلات حول تفتيت التكنولوجيا التفتيت الصغري في الولايات المتحدة، وأحد الأسباب هو أن هناك ردود فعل بيئية كبيرة في الولايات المتحدة من تفتيت الصخور. والسبب الثاني هو أن المشغلين أن الشركات المنتجة للغاز التفتيت الصخري هي تقريبا شركات صغيرة أو متوسطة الحجم، بحيث أنهم قاموا باستثمار الكثير من الأموال في استخراج الغاز. إذا ارتفعت نسبة الفائدة فإن كثير من هذه الشركات سوف تفلس. الآن السؤال هو من الذي سيشغل هذه الشركات؟ وسيكون هناك الكثير من الآبار اليتيمة دون أي شركات تمتلكها متاحة. كما أن هناك ضغوط داخل واشنطن لكي تقلص من تصدير الغاز الطبيعي المسال، لأن المحللين السياسيين يقولون أننا اعتقدنا أنها فكرة سديدة أن نستورده، والآن نحن نقوم بتصديره وهذا غير منطقي. والمصدر الآخر هو من صناعة البتروكيميات الأمريكية، سيقولون أن هذا أسعار الغاز رائعة جدا، وهذا يعطينا دفعة تقوية للصناعة. عند هذه النقطة سوف أتوقف هنا، وسوف أترككم مع بعض المقالات المنشورة التي قد تجدونها مفيدة. شكرا جزيلا لكم على حسن انتباهكم. شكرا مستر ستيفن. الآن المجال مفتوح لمداخلة من القاعة. شكرا سيد الرئيس. طبعا لدي سؤالين سريعين، يعني تعريف أنطوان حداد من لبنان. السؤال الأول هو هل يتوقع يعني المشاركون السادة المتداخلون أن نصل قريبا إلى حالة انتظام كامل بين أسعار الغاز والنفط، يعني أي أن ننتهي من ما يعرف decoupling ما بين سعر الغاز والأسعار الوقود السائل بسبب يعني التكنولوجيات المعتمدة أو المطورة حديثا على صعيد نقل الغاز وإلى آخره. السؤال الثاني موجه ربما إلى السيد أبي عادل الذي ربما هو على اطلاع على هذه المسألة. كيف تنظر دول الخليج وتحديدا يعني قطر ربما إلى يعني أماكن إنتاج محتملة قريبة من المنطقة كشرق المتوسط أو السواحل الإفريقية؟ شكرا. السلام عليكم. قاسم حسين من جريدة الوسط البحرينية. السؤال هو ما هو التأثير على الاقتصاد الروسي وعلى روسيا كقوة عالمية؟ شكرا.
بالنسبة للسيد ناجي، بالنسبة للاحتياط القطري من الغاز لغاية 2003-2004 كان المعروف حوالي 170 تريليون كوبيك فيت، حوالي 170 تريليون كوبيك فيت لغاية 2003-2004 تقريبا. في فجأة الرقم صعد من حوالي 170 تريليون إلى حوالي 900 تريليون تقريبا، هي قريبة من الأرقام اللي حطيتها أنت بالكوبيك ميترز. قديش هذا الأرقام صحيحة أو فيها عملية تقديرية؟ قديش دقيقة هاي الشغلة؟ شغلة تانية بالنسبة لموضوع الـ LNG cost versus الـ pipeline، أنا اللي فهمته من كلامك إنه أنت بتنصح على أساس إنه عملية تصنيع الـ LNG أحسن من الـ pipeline، على أساس بتعطيك مرونة إنك توجه الغاز لأماكن مختلفة. إذا هذا فهمي صحيح، هذه غريبة يعني، أنت عندك بايبات موجودة بالخليج هون، مجرد توصيلات بسيطة بالنسبة للسعودية عن طريق الدولفين لاين، وتوصيل آخر بجوز بالنسبة للكويت. وبعدين الكوست الـ LNG production cost versus لما تضخ أنت الغاز بالبايبلاين، قديش الكوست بالنسبة للبرودكشن؟ بديش أطول أنا، بس بالنسبة للأستاذ صدام، reinjection gas natural gas اللي رايح مشان الأويل برودكشن، هذا مو لوز غاز، هذا recirculated راح يطلع مرة أخرى، فبالتالي you don't lose it. لو أنت عندك معدات كافية إنك تضغط وترد ترجعه، ما بتحتاج الكميات الضخمة هاي. مستر بول، Mr. Paul, he is speaking in English now. أفهم منك بأن الولايات المتحدة، هل فهمتك بشكل صحيح بأن الولايات المتحدة تعمل في مجال الغاز المسال؟ لأن فهمي هو إنتاج الغاز المسال من الصخر الزيتي أو الزيت الصخري، أنت بحاجة إلى 50 دولار لكل برميل تقريبا. إذا ما حولت الغاز إلى غاز طبيعي مسال فالكلفة ستكون مرتفعة جدا. شكرا. اسم الكريم لو سمحت. مؤيد الخليلي. تعريف لو سمحت. عمرو ثروت، انا سؤالي لمستر بول ستيفنز عن الشال غاز. انا بس بسال يعني، هو حرك كان قال ان الشال غاز تكنولوجي يعني running for 30 from 30 years ago something like this. يعني اللي أنا أعرفه حتى أن في كندا الساند أويل كان بدأ من فترة كبيرة. يعني هو السؤال، لماذا الآن بدأ الحديث عن أن في ريفولوشن في الشال غاز؟ هل بسبب التطور التكنولوجي وانخفاض أسعار وارتفاع أسعار البترول من فترة قريبة، ولا في أبعاد سياسية أخرى في الموضوع؟ يعني لماذا الحديث الآن عن أن في ريفولوشن وكأن الأمر مفاجأ للناس يعني؟ بس شكرا. شكرا. السلام عليكم. استاذ سليمان زواري فرحات من جامعه ميلا الجزائر. فقط هناك سؤالين. السؤال الاول لمستر بول ستيفن، هناك دراسات دكتور تبين ان وتوضح ان انتاج ولا التنقيب على النفط الصخري هو في تكلفه مرتفعة، لكن هناك منحنى تصاعدي تنازلي، يعني من هناك تكلفة مرتفعة من ثم بعد استمرار لمدة أطول من المدة الحالية فيؤدي إلى تقليل تكلفة هذا سعر. مثلا نتكلم على سعر برميل النفط، معناها مقارنة بسعر برميل النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك دراسات تقارن بين
سعر برميل النفط في دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة تكلفة النقل وتأمين وإلى غير ذلك تؤدي إلى ارتفاعها ولا تساويها مع تكلفة برميل الصخري، لأن هناك دراسات تبين أن هذه التكلفة في السنوات الأولى سوف تؤدي إلى تكلفة مرتفعة عند التكنولوجيا العالية، لكن بعد سنوات سوف تؤدي هذه التكلفة انخفاض ما يؤدي إلى هناك مقارنة وفائض تكلفة بين النوعين من النفط. معنا هناك إشكالية، هل صحيح هذه الدراسة ممكن مستقبلية يؤدي إلى استبدال النفط لدول مجلس التعاون الخليجي بهذا النفط، خصوصا في ظل الأزمة الحالية أن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرت كثير من مناصب شغل وهي بحاجة إلى هذه المناصب في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك سؤال آخر للأستاذ أحمد صدام، تكلمت على أن الغاز هو يعتبر كدافع خلفي لإنتاج النفط، نتكلم هناك دراسات تتكلم عن الغاز مستقبلا سوف يكون بديل، أنا مواقع هذه الدراسات، مواقع دراسات أن الغاز ممكن يصبح كبديل للنفط في ظل تراجع احتياطات دول مجلس التعاون الخليجي لمصدر هذه الطاقة، ولا الاقتراح الثاني ما دام أن هناك تراجع في احتياطات وإنتاج الغاز بالنسبة لدول الخليج، هل هناك إمكانية ولا سيناريو تراجع كذلك ويؤثر مباشرة على إنتاج النفط الخام؟ وشكرا. تفضل. طارق الشيخ، صحفي بجريدة الرأي القطرية. سؤالي، عندي سؤال ومداخلة، يعني بعض الملاحظات حول الشيل ريفوليوشن. في اعتقادي أن الأرقام اللي ترد في كثير من وسائل الإعلام مضللة، وأنه الشيل غاز أو الشيل ريفوليوشن في أمريكا بشكل عام هي الآن في بدايات أو خطوات الأولى، وأعتقد أنه ما جرى من اتفاق في الأوبك على السعر إبقاء معدلات الإنتاج على ما هي عليه كان هو بداية لحرب مفتوحة مع الولايات المتحدة فيما يخص خوف دول الأوبك من الشير ريفوليوشن في الولايات المتحدة، باعتبار أنها هي حتما هتخفض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وأن ما في تكساس الآن في كثير من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بتتحدى وبتتكلم، والمسؤولين يتحدثوا عن أن هذه الشيل غاز ريفوليوشن أنها هتستمر تضخ في الأويل والغاز حتى لو نزلت الأسعار ما دون $60 اللي هي التكلفة المفترضة. لكن شخصيا قبل كم يوم التقيت برئيس الاتحاد الدولي للغاز، فبيأكد أن الولايات المتحدة التكنولوجي في أمريكا يسير في خطوات مضطردة لخفض أسعار التكلفة لإنتاج الشيل غاز، وقريبا جدا سوف يكون هناك إعلانات عن. لكن سؤالي للسيد بول، أنه كل الدول الأوبك وكل الدول المنتجة كانت تستغرب، وخاصة هنا في قطر، في استغراب من الشركات الأمريكية الكبرى والشركات العالمية بشكل عام، هي بتعمل فوركاست عملت لسنة 2030 وسنة 2040 و2050، ولكن في كل هذه الفوركاست لم حتى وكالة الطاقة الدولية لم تذكر شيئا عن الشيل غاز ريفوليوشن. بنيت على هذا الأساس مصانع تيرمينالز، مثلا التيرمينال القطري في جولدن باس بني بتكلفة 10 بليون واشتغل لمدة شهر ثم أغلق، لأن السوق الأمريكية كان أوفر كاباسيتي، مش محتاج لغاز من الخارج. الرئيس أوباما أعلن أكثر من مرة في الكونغرس وفي الخطاب الشهري وفي مناسبات عديدة في تدشين لأول شاحنات تنطلق بالغاز المنتج من الشيل غاز، أعلن أنه الآن أمريكا صارت دبل سعودي أرابيا، وهذه كلها مؤشرات
تستدعي لأن نضع سؤال كبير، لماذا شركة مثل إكسون موبيل، وكالة الطاقة الدولية وغيرها من الشركات الكبيرة أغفلت ذكر الشيل غاز في كل الفوركاست بتاعتها، وفجأة ظهرت هي نفسها أنه إكسون موبيل اللي ما جابت شيء عن الشيل غاز في أثناء ما هي بتعمل في التيرمينالز في جولدن باس تشتري إكستو ب 45 مليار وتكون هي أكبر منتج للشيل غاز في الولايات المتحدة. فأي تفسير السيد بول ستيفنز لهذا؟ نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وهو كبير. بلش بيه أحمد، تفضل. شكرا جزيلا للسادة المعلقين ولكل من توجه بسؤال، و شكرا جزيلا ايضا للسيد رئيس الجلسه. ساجيب اولا على تساؤل الاستاذ معيد انه عمليات الحقن سيتم استخراجها مره اخرى، كان هذا هو التعليق. نعم بكل تاكيد هي ممكن استخراجها مره اخرى، ولكن هناك عمليات طلب متزايد على هذا الغاز لعمليات الحقن، وهناك تنبؤات بزياده مستوى الغاز المطلوب لعمليات الحقن بمقدار 45 مليون مليار متر مكعب. هو في كل الأحوال مطلوب، يعني هناك كمية تطلب ويتم فيها الحقن. مقابل هذا هناك التزامات دولية أمام دول مجلس التعاون الخليجي. يعني التناقض الموجود الآن، هناك نقص في الغاز الطبيعي، ومقابل ذلك هناك صادرات للغاز الطبيعي بفعل هذه الالتزامات الدولية، وهي يعني في تصوري المتواضع مرتبطة بال العلاقات السياسية ما بين هذه البلدان، يعني مصادر الطاقة كرابط أساسي في دعم هذه العلاقات. يعني في كل الأحوال والظروف الغاز المطلوب للحقن هو مطلوب كميات لعمليات الحقن حتى لو تم استخراجه مرة أخرى، ولكن من الناحية الزمنية هناك كميات مطلوبة للحقن وكميات مطلوبة للاستهلاك زائد الالتزامات الدولية التي يتوجب على دول مجلس التعاون تلبيتها. بالنسبة للسؤال الأستاذ سليمان، هل يصبح الغاز بديلاً للنفط؟ والجواب كلا. لو كان الغاز بديلاً للنفط لأصبح الآن النفط بديلاً للغاز، وانحلت أزمة النقص في الغاز. السبب الثاني هو خصائص النفط والغاز ومجالات الاستخدام لكل من المصدرين. نعم ممكن أن يكون بديلاً من حيث الإيرادات. الآن مصادر الغاز، الغاز في الغاز الطبيعي في قطر مثلا هو المصدر الرئيسي للدخل اكثر مما ايراداته اكثر من مستوى النفط الخام. هذا بشكل مختصر. الغاز غير مرتبط بالنفط، يعني يمكن في البرزنتيشن يعني صار كونفيوجن انه الغاز مرتبط بالنفط فقط من حيث الحاجه لعمليات الحقن، حاجه الى الغاز ليتم حقن في حقن الحقول في مصادر الغاز، ولكنه غير مرتبط به بسبب الخصائص، خصائص ومجالات الاستخدام لهذين الموردين الرئيسيين. هذا بشكل مختصر، شكرا جزيلا. شكرا لكل التعليق، بس خليني جاوب نقطة نقطة. بالنسبة لانخفاض أسعار النفط من مستوياتها العالية لمستويات 50 أو 60 دولار بهدف القضاء على شيء اسمه شيل أويل، لازم دائما ننتبه إنه في تكنولوجيا جدا متطورة وجدا متابعة للأحداث في البلدان المتقدمة. هالتكنولوجيا ساهمت بشكل كبير بانخفاض أسعار تطوير الشيل غاز مثلا من حوالي 7 أو 8 دولار بير مليون بي تي يو لحوالي الأفريج هلا حوالي 2 ل 3 دولار بير مليون بي تي يو.
هيدا كمان عم يشتغلوا هلا اكيد سنترال اوف تكنولوجي، المراكز التكنولوجيا في امريكا وفي في العالم المتطور بيشتغل على موضوع الشيل اويل، بغيه تخفيض انتاج او كلفه انتاجه. السؤال اللي انا بطرحه هو اوكي خفضنا الاسعار النفط ل 50 او 60 او 40 دولار للبرميل للقضاء على الشيل اويل، بس كم بلد نحن منا من بلاد اوبك من بلاد المنتجه ومن بلاد الخليج بيقدر يتحمل 40 و 50 دولار بالبرميل؟ هذا اللي السؤال كمان لازم نطرحه اكثر. يمكن نحمله سنتين مش كلهم كمان. وبعدين السؤال اللي كان طرح على موضوع الشيل غاز باليو اس والكوست هاي كوست اوف ات، بعدني عم اقول لك الافريج كوست اوف producing shale gas انخفض من 7-8 ل an average of 2-3 دولار per million BTU. This is huge. And this is this and وشو المهم فيها القصة كلها؟ شو المهم؟ أول شيء US حضرتك أثرت تساؤلات إنه معقول الأمريكا تصدر LNG. لمعلوماتك الDEO Department of Energy الأمريكية أعطت تراخيص حتى الآن ب 62.5 مليون طن من الLNG للتصدير، هذه مقارنة مع 77 مليون طن لقطر. والDEO عم يفكر يطلع هذا الليفل ل 150 مليون طن بالسنة، يعني دبل قطر. هذه for your information. وشنير ال ان جي ستبتدئ الانتاج والتصدير في اخر 2015، ستبتدئ ب 16 مليون طن، وهذه كاول فيز. ثاني فيز بتوصل ل 32 مليون طن، يعني نص قطر. تقول لي عن الكوست، لازم ننتبه لشغله مهمه بالال ان جي. اتس نوت ا كويشن اوف كوست بس، اتس ا كويشن اوف برايس. الامريكان عم يبيعوك، في عندهم برايس فورمولا، يبيعوك هنري هاب بلس بلس، يعني هنري هاب اللي هو هلا 3.5 او 4 بلس ليكويفاكشن ريغازيفيكيشن اند ترانسبورت كوست وصل لعندك. اوكي، اذا هلا قسناها واخذنا غاز ال ان جي من امريكا وحطينا هنري هاب 3.5 بلس 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 وصلناه على اليابان، فينا نوصله على 9 دولار بير مليون بي تي يو. هيدي مقارنة مع 16-17 دولار واصل من قطر لليابان. هيدا كله بده يؤثر على السوق. بس البرايسينج فورمولا الأمريكان بدها تأثر على السوق. عدا إنه السوق بشكل عام بده يكون أوفر سبلايد. لا، مش بس الأمريكان بدهم يطلعوا LNG جديد. في عندك أستراليا على الطريق، في عندك كذا بلانت جاي على الطريق. وبالإضافة للLNG في عندك كومبيتيشن فروم بايبت غاز. انتبهوا يا إخوان، الروس المضيوا مع الصين يعطون 36 بي سي ام اوف غاز باي بايبلاين، وهيدا بده يتوسع البايبلاين بالمستقبل. هيدي كلها مثل ما هو الاويل هو بركة كبيرة، الغاز كمان بركة كبيرة بالعالم. كل ما تزيد فيه كل ما يكبر، وبدك الديماند يلحق. وباي كونسيكونس the gas prices will go down and go down and down. هلا بالنسبه لتوصيلات النفط بالتوصيلات البايب لاين، حضرتك قلت يا اخي لشو بدنا نجيب ال ان جي للخليج؟ في بس بحاجه انه نوصل بايب لاين من هون للسعوديه او بس توصيل صغيره. هي التوصيل الصغيره المشكله، هي التوصيل الصغيره هي المشكله. بعدنا عم نحكي يا اخي لتعمل هالتوصيله. عندك مشروع جي سي سي غاز جريد موضوع على التيبل على جي سي سي سكرتيريال من 82، يعني اكثر من 32 years. مين عم بيحكي فيه هلا؟ فقدوا الامل، ما حدا عم بيحكي فيه بقى. خلينا نكمل، الله يخليك. بعدين عندك بالنسبه لقطر، ما بعرف مين سال السؤال، الريزورف تبع قطر كمان ننتبه لشغله. اي بلدان في عندها نشاط لشركات نفطيه كبيره ما فيها تتلاعب ابدا بموضوع الريزورس. انتبهوا، في
في صناعة وفي هالصناعة سكروتيناز بشكل كتير فظيع. يعني الشركات لحتى تقول إنه أنا I have a share of these reserves, okay, these reserves must be confirmed by so many neutral firms. يعني منا مسحة. بعدين أخي طلع يا أخي أنا معك, بس بالنسبة له يا تسلم لي. طيب أوكي, خليني بس جاوب أعطيك الفكرة وبعدين والله أنا معك. بعدين نورثفيلد بشكل خاص صار فيه عليه شغل تكنولوجي كبير وأسسمنت تكنولوجية كبيرة. يعني زيادة المستوى الاحتياطي المؤكد في الفيلدز أخذ وقت, منه بشكل سريع كان. بس ما ننسى أنه كمان مش قطر واحدة عم تشتغل على الفيلد, في أغلب شركات العالم الكبيرة عم تشتغل على الفيلد. It's not a question of والله اليوم حبينا نوعا بكرة نطلع 170 ل 900. لا, it's a long very complicated process. آخر شيء بالنسبة لصديقنا أنطوان, قطر والخليج ولبنان والشرق المتوسط, بس لنحط دائما لنحط الأمور بمقياسها المضبوط. قطر واحدة عندها 900 TCF of proven reserves. بشرق المتوسط USGS United States Geological Survey عطيت estimates of undiscovered gas resources بشرق المتوسط بحوالي 122 TCF. عال عن قارن undiscovered gas resources for the whole East Mediterranean of 122 to 900 proven reserves in Qatar. Okay, هذا واحد. لأن شيء, we are not sure that these undiscovered resources we will discover them all. If we will discover them all, we will have problems in exporting them. شوف شو عم يصير مع الغاز بإسرائيل أو الغاز بأبروس. And if we will start from now exporting or exploring and developing and producing that gas, this will lead this will necessitate at least 8 to 9 years. وبعد 8 إلى 9 سنين يخلق الله ما لا تعلمون. شكرا. شكرا ناجي. Support. نعم, طرحت علي الكثير من الأسئلة وللأسف لم أفهم معظم الأسئلة, لذلك قد هناك تعليقات حول عدم تنافسية الغاز الصخري. في الواقع هذا ليس صحيح. الغاز الصخري هو عبارة عن غاز الميثين, والآن في الولايات المتحدة وفي أجزاء كثيرة من تلك البلد تكلفة إنتاج الغاز الصخري أرخص وأقل تكلفة من إنتاج الغاز التقليدي. من حيث العلاقة بين النفط وأسعار الغاز, هذا في الواقع أمر مهم, وهذا أمر مهم بالنسبة لقطر. بالرغم من عدم وجود أي إنتاج جديد للغاز, إلا أن العقود القائمة يجب تمديدها. وفي أوروبا كذلك الآن معظم أسعار الغاز في أوروبا يتحكم بها. السؤال الكبير هو هل ستتبع آسيا ذلك النموذج؟ والمثال أن هناك الكثير من عقود الغاز المسال تتعلق بتصدير الولايات المتحدة, قد قطع ذلك الرابط إلى حد ما, وبالتالي فإن تلك الأسعار ترتبط بهنري هاب ولإقامة الأسعار, بين أن هذه الأسعار والمقارنات سوف تختفي. إذن لماذا بدأت هذه التكنولوجيا حديثا وبدأت هذه الثورة في الغاز التفتيت الصخري؟ أعتقد هناك عدة
أمور تشرح هذا الأمر. الوقت أحدها هو أن هو أننا استغرقنا وقتا طويلا من خلال لكي نتوصل إلى التعلم من خلال الفعل، وهذا يتطلب الكثير حفر الكثير من الآبار وتفتيت الكثير من الصخور لكي يكون لدينا عدد كمية كافية من المعلومات. إضافة إلى ذلك، حقيقة أنه بعام 2008 كانت أسعار الغاز المحلية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات مرتفعة جدا، وهذا تشرح بنفسها لماذا فجأة أصبح الجميع مهتما بإنتاج الغاز في الولايات المتحدة بسبب الأسعار المرتفعة. إضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية أصبحت مستعدة إلى إقراض الأموال والتمويل للمنتجين. استبدالي باستبدال الغاز الخليجي، هذه أحد القضايا الرئيسية، وهذا من أحد أسباب قرار أوبك، هو أن أسعار النفط المنخفضة سيؤدي إلى تخفيض إنتاج النفط الغير تقليدي في الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أن هناك وجهة نظر ملتبسة هنا. أولاً، السعر البروهيفي، وما أسميه هو السعر الإغراء، السعر البروهيفي هو الذي يدرسه المستثمرون إذا عندما يفكرون ما إذا يرغبون في الاستثمار أم لا في النفط الخام. ولكن الأرقام بين 60 إلى 80 دولار هو أسعار شائعة، ولكن هذا السعر هو ليس السعر المطلوب على المدى المتوسط والقصير. السعر المهم هو سعر الإغلاق، أي أنه عند انخفاض الأسعار، عندما تنخفض الأسعار إلى أي سعر سوف تصل إليه. وهناك أيضا تكلفة إنتاج غاز النفط الصخري. إذا طرحتم على أن نفسكم هذا السؤال، إذا أردتم أن السعر أن ينخفض إلى 40 دولار قبل أن تشهدوا عمليات توقيف لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، فكم عدد دول أوبك التي ستقبل بتخفيض هذه الأسعار؟ الكثير من دول المنتجة والمصدرة للنفط، وخاصة دول الخليج العربي، يمكنها هنا أن تسحب أو تستطيع أن تقترض على أساس ذلك، وهذه ربما دول أخرى لن تتمكن من القيام بذلك. إذا كنا نتحدث عن السعودية والكويت وأبو ظبي ودبي، هذا صحيح هناك عملية انهيار اقتصادي، ولكن هذا له حدود. هل يمكن أن يقترضوا إذا كانت أسعار النفط في العالم تتوجه نحو إلى 40 دولار؟ فإنني أتساءل ما هو معدلات الإقراض التي ستصل إلى ذلك. فيما يتعلق ببقية دول أوبك، فإن لا تمتلك الكثير من الاحتياطيات ستكون في مشكلة. طرح أحدهم سؤالا حول روسيا، وهذا مثال جيد جدا. سيكون لهذا تأثير كارثي على الاقتصاد الروسي وعلى الموازنة الروسية، وعليها أن تقترض وبسبب الحصار. لهذا السبب أن بعض الدول الكبيرة المنتجة في دول الخليج العربي سوف تتمكن من النجاة من هذا الأمر، ولكن ليس على المدى الطويل. إن مثال الكويت، هذا قبل بضع سنوات يعتمد على انسحابهم من سحبها المتواصل من احتياطاتها أو ثرواتها، احتياطاتها للأجيال أو السيادية. نعم، على مدى سنتين أو ثلاثة، إذا نظرا لكمية الثروات التي تراكمت لهذه الدول، ولكنها ما زالت مبلغا محدودا لا يمكن الاعتماد عليه إلى ما لا نهاية. وما فعلته أوبك في نهاية شهر نوفمبر هي أنها أسعار النفط سوف تحددها من خلال السوق العالمية التنافسية،
وقبل ذلك كانت هناك سوف تصل إلى أقل من $40 للبرميل، وسيتحكم بها الزيت الصخري أو النفط الصخري، وعلى أوبك أن تجتمع وأن تقرر أن تتصرف حيال هذا الأمر، لأنه حين يقع هذا الأمر هل سيكون الوقت متأخرا أم لا؟ تفضيلا للمتحدثين والأخوة المتداخلين، وأرجو أن تكون جلسة مفيدة ونافعة في إلقاء الضوء على الأزمة الحالية التي تواجهها دول الخليج على الأخص وأوبك بشكل عام والمنتجين والمصدرين بشكل عام. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأخوة الباحثين والمتحدثين. شكرا.